تبقى معايا معنا نجم المباراه اسامه الدراجي اسامه زوز اهداف في اول لقاء اساسي في البطوله والله الحمد لله اخويا كل شيء آه الحمد لله يذوليا آه في التربة ذي يذول يا آه كل آه عملنا خدمنا بالكدا حذرنا عملنا دي ماتش ميكو الحمد لله شفتوا اليوم معناتها كنا حاضرين آه من النواحي الكل الحمد لله يا ربي آه ما حقرناش الادفيرسير لعبنا كيما يلزم كيما يلزم نلعبوا ان شاء الله ان شاء الله نكملوا في المشوار نتاعنا صحيح الباركور صعيب مرينا فتره صعيبه ان شاء الله ان شاء الله ان نكملوا على المنوال هذا ونخدموا اكثر ونوريو كره من خير وان شاء الله نفرحوا الجمهور هذا ان شاء الله محمد تبقى معايا معنا فخر الدين الجزيري فخر الدين اليوم فأر دفاع زاد هدف في القدام انتصار به يخلي الافريقي في الكورس نتاع البطوله الحمد لله هذا الهدف الثاني نتاعي في نادي الافريقي والهدف الاول معناها في البطوله تشوف معنا النادي الافريقي اليوم تحس معناها فما كيب هابطه اليوم هابطه باش تربح الحمد لله معناها ظهر لي في التلافه هذه خدمنا بالجه تشوف معنا الكيب اليوم حاضرين كما يلزم ان شاء الله معناها هذه بدايه معناها للانتصارات ان شاء الله معناها القادم افضل قلت ربي ان شاء الله باش نفرحوا جميع الافريقي ان شاء الله محمد الكلمه ليك هذه كانت تصريحات لاعبي الافريقي ومدرب شكري خطوي مدرب اتحاد بن قردان